انا هسه كلش متاخر على الموعد مالتي. اليوم جميل، الجو حلو والاحساس صاعد. هاي من يحكيك؟ المطربين دوم يحكيك، ما يردون يقولون ترقبوني في حفلة روتانا في لبنان. يعني انت اذا مرتك مثلا طق لك بيضة الصبح تبوع لها تقلها انا حنيت؟ لا، انا ضربت البيضة. انا اتمنى في اليوم اشوف مطرب يطلع بلقاء على شخصيته. ما شاء الله بالفترة الاخيرة يعني جمهورك كتير كتير كبر، شو عندك رسالة بدك توصلها لهم؟ والله اختي يعني شقلك، انا اشكرهم انهم ما يعني يحبون، بس هم لازم يشترون البومات. فلوس فلوس فلوس. والمشوار الاول رايح الزبون، ممكن يكون زبون جديد. حلو بشغلي انه انا هسه جاي اشتغل، شغلي مجرد انه طلعات طبات تصوير بيبان ما ينفتحن. مصعب ما بي موسيقى، انا اسوي موسيقى. هذا الخياط راح نسوي له فيديو. عندنا بيانو، ما دام اكو بيانو معناته الفيديو راح يطلع شقاقي. انا بكل فيديوهاتي بدي احط بيانو. مره رحت صورت بداخل مطعم بالمطبخ مال المطعم، قلت لهم عندكم بيانو؟ طلع الشيف عراقي قال لي وين التناسب علينا لو شنو؟ يا اخي الدنيا غريبه غريبه، يعني تروح البنك تودع فلوس بسرعه تلقى المكان، الطريقه تعرفه. من تروح تستلم شيك من واحد فلوس تنزل بحسابك التية 200 مرة. شمس وهواء، يعني راشدي درجة حرارته 200. وصلنا للدي 3 بغيابك فوفو. الجولة الثانية خلصت، هسه الجولة الثالثة اللي هي أهم جولة اللي هي الأكل. نبدي بالزلاطة ونكمل مع الدجاج. ليتها الحب وسكارة، لا أشو إلا ليتها الحب أكل. لؤي، وهل تخفى القهوة؟ جايين قرايب فرات من السويد، لازم نقومون بالواجب لأن فرات بأمريكا. هاي قرايب فرات طبعا، إذا خاف فرات مزعج فهاي داليا بعد أزعج. ترى الحار الحركات لها. أقول شو رأيك أنتي قرايب فرات؟ يلا تخوف مو السالفة؟ هاي متعرفت عليها اليوم بس تحط مسكارة. أنا هسه يلا افتهمت، هاي بالجينات البطء مالتكم مال السشوار وبال شنو يعني جين؟ جين جينات، يعني جين هي كلمة عالمية. جين قلت احنا عزلناك هذا شي يقولوها بالسويدي؟ يانا شنو هاي؟ عزلناك بهذا. شنو هذا جاي لي؟ اتمنى ما تحكي علينا زايد. يلا بسرعة. اوكي يعني مثل ابوي عبالك؟ ما ادري. اي هو تو هيك لازم بالعيار عبالك انا هيك حامل قاعد احكي امشي بالحال هيك. حارة داليا حارة؟ انت وين كنت قبل ما تجي هنا؟ كنت بالسويد. شلون هالسويد؟ احرر من هناك. احرر احرر. هاي سيارتك؟ هاي البرده من ايكيا؟ يلا صورة عائلية ويا السمج. جات من السويد اشترينا حذاء. معكم وحدة يا باباتي؟ نقذوني ارجوكم نقذوني. طبعا البنات مولودات بالسويد بعد المحافظات على العراقية مالتهن، بس شافن هذا المنظر هنا عبالها حيوانات. شنو قلتي؟ مو صديقين عد مو حقيقي. ايش تحكي وياهم؟ والله تضحك. طبعا هنا كانت اكو خسايه اللي هي هاي الديكور. وين الخسايه؟ قصفتها يعني توقع موبيلك لو توقع الكاميرا لو شيء تصير عصبي؟ كذاب. لو عندك كل فلوس بس كلش يعني حزين لو ما عندك اي فلوس عايش بالشارع بس كلش
كلش كلش فرحان. طبعا فقير وفرحان. ليش؟ طبعا لان الهابينس ما لها سعر. قوية. جواب مال وزير. نعم. من تحب اكثر؟ امك لو ابوك؟ والله هن عينتين صح؟ اي كل واحد منهم عين. فرات انقذني بشرفك ارجع دبي انقذني مدى اتحمل. هواي من عندكم يسألوني شنو الكاميرا اللي استخدمها بفلوقاتي، وهواي ناس عبالهم انه هذا الشيء جدا مهم انه يعرفون يا كاميرا استعمل، لان عبالهم الكاميرا هي اللي تخلي هذا الفلوق يطلع سلس او مفرح او حلو. اذا تنظرون على يوتيوب اكثر الفيديوهات اللي محصله مشاهدات مصوريها بالايفون او بكاميرا كلش قديمه او كواليتي اصلا كلش بايخه. الكواليتي مال الفلوق او اي شيء ترون تنشروه هو مو الطريقه اللي تنشروها بها، هي الموضوع الاساس القلب. قلب وين ضايع علي يومين. باعوا هالكاميرا اللي مستخدمها حاطها على معطر باطات وحاطها على عدسه مال الكاميرا، يعني اجهزه مو لا تكون بروفيشنال حتى الفيديو مالتكم يكون اوكي يعني يقدر ينزل على اليوتيوب. راح اجيب لكم مثل، اكثر فيلم فاشل بتاريخ هوليوود هو فيلم خسران 183 مليون دولار وهو The 13th Warrior. ما اعرف اذا اللفظ صحيح. تجون تقارنون فيلم ثاني اسمه Paranormal Activity، هذا الفيلم مكلف 50,000 دولار ومن نزل لليوم مدخل 107 مليون دولار. وانتو حسبوا الربح. الفرق بين الاثنين شنو؟ انه Paranormal Activity قصة ما حد كان طارحها بهاي الطريقة وما حد كان مصورها بهاي الطريقة. ابني بعد لا تسألني يا كاميرا استعمل، الزم اي كاميرا، صور نفسك ونزل وين ما تريد، بس كون موضوعك هادف او فكاهي. بعد 5 ايام اقلكم لو ما اقلكم؟ لا ما اقلكم. بعد 5 ايام اعزائي المشاهدين هذا اليوم سوف ينتهي الان وهذا الفلوج سوف ينتهي الان، لكن هل محبتي لكم سوف تنتهي الان؟ لا طبعا لا، وهذا الفلوج راح ينتهي هسه.